أهلا بكم. في اليوم 100 لثورة تشرين هتف متظاهرو العراق بصوت هادر وواضح لا لأمريكا لا لإيران، تأكيدا على رفض ثورتهم الشعبية الانخراط أو التخندق مع أي من أطراف الصراع في المنطقة إيران أو أمريكا، وأن العراق وشعبه غير معنيين بهذا الصراع سواء كان شكليا أو حقيقيا، وأن هذين البلدين أمريكا وإيران هما المسؤولان عما وصل إليه العراق وشعبه من انهيار وتدمير خلال المرحلة الماضية عبر دعمهما الواضح والمستمر لمشروع الغزو الأمريكي وقوى العملية السياسية الفاسدة التي تطالب ثورة تشرين برحيلهم جميعا بلا استثناء. ثورة تشرين ومسارها الوطني والصراع الأمريكي الإيراني المتصاعد هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف ستواصل ثورة تشرين طريقها وسط هذا الصراع المتلاطم والمتصاعد بين أمريكا وإيران في المنطقة وفي العراق؟ وما هي التحديات والأخطار المتوقعة التي قد تعترض مسار وطريق هذه الثورة التي تسعى إلى استعادة العراق؟ وهل تأثرت هذه الثورة الشعبية بتداعيات المجابهة الأمريكية الإيرانية التي تصاعدت بعد مقتل سليماني في بغداد؟ وهل فعلا يجب تأجيل هذا الحراك الجماهيري لأن الأولوية الآن للمعركة مع أمريكا وقواتها المحتلة في العراق كما تقول الميليشيات الطائفية؟ وهل ما زالت فرصة هذه الثورة قائمة في إنقاذ العراق بعد تصاعد نذر المواجهة العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران لا سيما في العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، مثنى عبد الله، عقيل عباس. شكلت التظاهرات في العراق تحدياً مفاجئاً لقوى العملية السياسية وللقوى الدولية والإقليمية لا سيما إيران التي أصابها الرعب من إمكانية نجاح هذه التظاهرات في خلق معادلة سياسية جديدة في العراق يكون الطرف السياسي الموالي لها هو الأضعف فيها، خاصة في ضوء الشعارات المناوئة لإيران ولميليشياتها الطائفية التي رفعها المتظاهرون، وهو ما يفسر ردة الفعل الدموية ضدهم والتي أودت بحياة نحو 1000 من المتظاهرين فضلا عن الآلاف من الجرحى والمخطوفين والمغتالين. توقيت هذه التظاهرات جاء في وقت حرج للعراق الذي هو أحد أهم مناطق التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تفاقمت بعد قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، والقصف الإيراني لاحقا لبعض القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد. إيران وقوى العملية السياسية الطائفية وميليشياتها منذ اليوم الأول لهذه الثورة ناصبوها العداء واتهموها بأنها مدفوعة من السفارة الأمريكية في بغداد والموساد والمخابرات الأجنبية. أما الولايات المتحدة فقد حاولت عدم التدخل المباشر في مسار التظاهرات لتجنب الاتهامات وتحميلها المسؤولية عنها، كما أنها تحاول في نفس الوقت الاستفادة من هذا المعطى الجديد لتقويض الهيمنة الإيرانية وأدواتها المتمثلة بالميليشيات التي كانت تحظى بالدعم الأمريكي حتى وقت قريب. ليكون السؤال الأهم: كيف ستمضي ثورة تشرين في مسارها الوطني في ضوء هذا الاشتباك بين واشنطن وطهران وعدم الوقوع في شباك وحبائل صراعهما الشكلي أو الحقيقي والنظر إليهما على أنهما المسؤولتان أولا وأخيرا عن تدمير العراق وذبح شعبه؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في مسار ومستقبل ثورة تشرين بعد الاشتباك المباشر بين أمريكا وإيران في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور مثنى عبد الله الكاتب والباحث السياسي أيضا هنا في الاستوديو. سيكون معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور عقيل عباس الأستاذ في الجامعة الأمريكية. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، ثورة تشرين تجاوزت طبعا 100 يوم من على انطلاقتها وهي مستمرة،
هناك أيضا بالتوازي صراع تحول إلى مجابهة يعني عسكرية بمقتل سليماني بالرد الإيراني على هذا يعني هذا القتل. الثورة تشرين أين تقف الآن في ضوء هذا الصراع ونذر لتفاقم هذا الصراع وربما إلى مجابهة عسكرية قد تكون يعني مباشرة وواسعة، أين تقف الآن هذه الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما علينا نقول من البداية يا أستاذ ماجد أنه هذه الثورة عندما انطلقت في 1 تشرين تجاوزت منطقتين مزروعة بالألغام، ربما يمكننا تسميتها الاستثناء والاستعصاء. كان يعتقدون هذا النظام كله والقوى التي تدعمه خارجيا وإقليميا دوليا وإقليميا تعتقد أن قضية العراق في أن تخرج تظاهرات بهذا الحجم وتهدد النظام السياسي فيه قضية يعني فيها استعصاء وفيها استثناء. العراق حالة مستثنات، يعني حتى لما كانت ما يسمى بالربيع العربي خرج العراق مستثنى من هذه القضية، يعني حصلت في مصر في تونس في ليبيا في العراق مستثنى، كانوا يعتقدون هكذا واستعصاء لأنه هذه العملية السياسية أسستها أو بنتها أو صممتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوى قوة في العالم وتدعمها شريك إقليمي قوي جدا متغول في المنطقة هو إيران ويشاركها، وهناك تخادم بينهم لأجل إدامة هذه العملية. وقوى العملية السياسية هذه قوى مصممة على البقاء في هذا الشكل، خدم حلفاء لهذه القوى بالشكل الذي يؤمن مشروع الاحتلال أن يستمر في العراق بهذه الطريقة. فلذلك لا يمكن، وهم جاءوا بشعارات ديمقراطية وحرية وازدهار وتغيير جديد وثورة على الظلم والاستبداد والديكتاتورية، فهذه الشعارات التي تسوق في نفس الوقت هناك آفاق ستفتح، متى ستفتح لا أحد يعرف، لكننا في حرب مع الإرهاب، في حرب مع قوى تعارضنا، لدينا مشروع لبناء دولة، متى تبنى هذه الدولة، ولديهم ميليشيات هذه الأحزاب وقوى مدعومة من إيران وتحت المظلة الأمريكية. هذا الشكل الذي عليه العراق أن تقوم تظاهرات، وقامت تظاهرات من عام 2003 لغاية 2011، قامت تظاهرات كثيرة ومنها في 25 شباط 2011 كانت التظاهرات كبيرة في 55 مدينة، لكن استطاعوا أن يقضوا عليها. لكن أن تخرج تظاهرات بعد نحو 17 سنة بهذه الطريقة ومن حاضنة، دعني أقول يعني بين هلالين شيعية، يعني هذه الحقيقة يجب الاعتراف بها، هم يعتقدون أنه هذه حاضنتهم، ومن شباب كانوا يغذونه بالفكر الطائفي، فكر الخنوع والقبول بهذا الوضع طوال 17 سنة، أن يخرج بهذه الطريقة هذا أيضا استثناء واستعصاء لا يمكن القبول به. عندما خرجت تجاوزت هاتين المنطقتين اللي مزروعة بالألغام، فبالتالي الثورة وجدت نفسها في مواجهة من أول يوم، مواجهة مع هذه القوى، قوى داخلية بهذا الشكل اللي نتحدث عنه، أحزاب وميليشيات وقوى متمسكة بالحكم بطريقة يعني وتدعمها قوى إقليمية ودولية. نعم. لديها مظلة، وليست فقط الولايات المتحدة من تدعم هذه العملية السياسية، ترى العالم كله بما فيهم الأمم المتحدة يعني خوفا من الهراوة الأمريكية واحتراما أو قناعة أو لديهم مصالح، فبالتالي العالم كله مقتنع أن العراق ذهب وخلص تحقق ما يتحقق فيه وانتهت. يعني هذه الثورة الآن تسير كأنها في حقل ألغام بعد هذه المواجهة. طبعا هي 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 بالتأكيد عبرت أهم حقلية من الألغامية هذه اللي تحدثنا عن الاستثناء والاستعصاء، الآن مواجهة حتمية مع هذه القوى. سنتحدث عن آفاق هذه الثورة وقضية المواجهة مع هاتين القوتين التي تدعمان العملية السياسية من 2003 اليوم. دكتور مثنى عبد الله، تعتقد أن هذا الحراك تأثر بصورة ما بهذه المجابهة بين أمريكا وإيران وهما الداعمان الرئيسان لهذا النظام السياسي القائم في العراق؟ هل تعتقد أن هناك محاولة، طبعا واضح أنه محاولة أمريكية لجر هذا الحراك في المجابهة مع إيران، استثمار فرصة مناسبة لتسديد ضربة لإيران، تعتقد أنه الثورة تأثرت بصورة ما، غازلت انحازت أم بقت عراقية للنهاية على الأقل لحد الآن؟
يعني أنا أعتقد بداية بأنه الثورة هي ابنة الواقع، وبالتالي هذا الواقع هو فيه مكونات رئيسية أو فواعل رئيسيين في داخل هذا الواقع، هو الفاعل الأمريكي والفاعل الإيراني. الفاعل الأمريكي والفاعل الإيراني منذ 16 عاماً لديهم أجندة في هذا الواقع، وبالتالي أصبح التأثير تقريباً يشمل الجميع على أرض الواقع. أنا أعتقد بأنه خروج هذه الجماهير، خروج هذه الفئة من الشباب إلى الشوارع، وبالتالي بداية طرح لمنظومة قيم سياسية وإنسانية تختلف جذريا عن ما جاء به الاحتلال الأمريكي وجاء به الاحتلال الإيراني أيضا، وبالتالي أصبح هنالك تصادم حتمي ما بين القيم التي رفعها الشباب وما بين قيم العملية السياسية، قيم المنظومة السياسية. لو نظرت إلى ما أتى به الأمريكان والإيرانيون، أتوا بالهويات الفرعية والأثنيات وتقسيم المجتمع على أساس طائفي وديني، لكن الصوت الشبابي الجديد الذي حاول أن يبعث الهوية الوطنية على أرض الواقع أصبح هنالك تصادم تام مع تلك القيم التي عرفناها خلال 16 عاما، وبالتالي أصبح هذا الحراك الجماهيري هو يمثل خطرا استراتيجيا على الأجندة الأمريكية وفي نفس الوقت على الأجندة الإيرانية. إذن هنالك قاسم مشترك في الحقيقة يواجه الطرفين، وهو العامل الشبابي الظاهر اليوم على أرض الواقع. عندما تنظر إلى القيم التي نشرها هذه الشباب لأول مرة، تخرج تجمعات جماهيرية ترفع علم العراق فقط، لم نرى. نعم واضح، ذكرت أن هذا الحراك يشكل خطرا كبيرا على قوتي الاحتلال إيران وأمريكا، أي الخطرين أكثر، أو هذا الحراك خطره أكثر على الأمريكيين أم على الإيرانيين؟ يعني أنا أعتقد بأنه أولا لو درست الاستراتيجية المرسومة للعراق في الأجندة الأمريكية تجهدها تقريبا تتطابق مع الأجندة الإيرانية على أرض الواقع العراقي. الطرفين كلاهما حاول أن يكون هنالك عملية مزدوجة على العراق. لو نظرت إلى منذ بدايات الاحتلال وحتى يومنا الحاضر، هنالك لحد قبل فترة مقتل سليماني كان هناك وكأنه زواج شرعي ما بين الطرفين، يعني لم نجد هنالك صداما حتى في حالات الحرب، في بدايات الحرب الأولى، يعني عندما كانت تتقدم القوات الأمريكية من الجنوب إلى محافظة بغداد كان يمسك المناطق خلفها الميليشيات التي تدعمها إيران، ولم يحدث هنالك أي صدام. على العكس، كان هنالك اللقاءات ما بين السفير الأمريكي والسفير الإيراني على أرض العراق لتنسيق مواقفهما. إذن هنالك عامل مشترك. حتى نجات كان أول رئيس دولة من المنطقة يزور بغداد، هذا صحيح، بحماية القوات الأمريكية. هذا صحيح. إذن لا نستطيع أن نقول أيهما أكثر تأثيرا على أرض الواقع، لأنه هنالك قوة عالمية لديها وسائل وأساليب تتدخل في على أرض الواقع بشكل غير منظور أو منظورا ولو بشكل جزئي، لكن هنالك تدخل سافر وصلب. يعني الأمريكان يتدخلون في بعض الأحيان بقوة ناعمة، لكنه الإيرانيون تدخلوا بقوة صلبة في الحقيقة وحاولوا تمزيق المجتمع، لكنه لو تنظر إلى حصيلة الطرفين تجدها تلتقي في نقطة واحدة وهو شرذمة الواقع العراقي في الحقيقة. هذه الثورة التي أتت اليوم في الحقيقة هي تهديد استراتيجي كبير للأجندتين. أشكر دكتور عقيل عباس، مساء الخير، طبعا في واشنطن ضيفنا. أهلا وسهلا بك. دكتور، الآن الداعمان الرئيسان، الأمريكا طبعا صممت العملية السياسية والنظام في العراق، الإيرانيون منذ اليوم الأول قدموا دعما سخيا متعددا لهذا النظام. الآن هذان الداعمان اختلفا يحتربان، يعني هناك مواجهة يعني شبه عسكرية، مقتل سليماني، قصف إيراني على قواعد في العراق، وهناك حراك في الداخل يطالب برحيل العملية السياسية وأحزابها. مستقبل هذا النظام أين يسير بعد احتراب الداعمين الرئيسيين وهذا الحراك الشعبي العظيم المستمر منذ أكثر من 3 أشهر؟ أولا أنا أشكرك على هذه الفرصة
شكرا على الاستضافة. أولا أنا أعتقد أنه العملية السياسية على النحو الذي صيغت به أمريكيا وإلى حد ما إيرانيا، طبعا أنا أختلف مع الافتراض أن هناك اتفاق أمريكي إيراني بخصوص العملية السياسية. أنا أعتقد كان هناك اتفاق بخصوص الإطاحة بنظام صدام حسين وبإيجاد تخريجة ما لاستيعاب الأحزاب الإسلامية الشيعية ضمن منظومة الحكم. أعتقد كان هناك تفاهمات أولية بهذا الخصوص، بس باستثناء هذا الطرفان يعني كانا يتصارعان في العراق منذ 2004، منذ بدأت إيران بتسليح قوى في وسط وجنوب العراق من أجل استهداف يعني القوى العسكرية الأمريكية. هناك بروز ماسون بخطاب المقاومة كفعل مسلح ضمن منظومة سياسية تسالمت أو اتفقت على تداول سلمي للسلطة، وعلى أنه ما دام هناك ترتيبات انتخابية إذا لا حاجة للسلاح. طبعا هذه وجهة النظر الأمريكية، وجهة النظر الإيرانية كانت شيئا مختلفا، لا علاقة له بتصميم النظام، وإنما العلاقة الأساسية له كان يعني شيئان فقط. أولا تقويض الوجود في العراق، لتقويض المشروع الأمريكي في العراق، والمشروع الأمريكي في العراق يعني بشكل واضح يعني بعيدا عن التفكيرات الأفكار المؤامراتية بهذا الخصوص، وكان محاولة صناعة نموذج يبدو جذابا في الشرق الأوسط كأحد أشكال مقاومة أو الرد على الإسلام السياسي الذي كان صاعدا في المنطقة. والأمريكان تصوروا أنه بالإمكان إجراء تجربة ديمقراطية ليبرالية فيها يتعلم السوق نموذج اقتصاد ناجح يديره الترتيب السياسية، كل هذا لم يتحقق لأسباب كثيرة ليس الآن الخوف فيها. فالرؤية الأمريكية فشلت يعني بنهاية عهد جورج بوش ومجيء الرئيس باراك أو أوباما في اجتماعه الأول، أول اجتماع الولايات المتحدة هو جمع هيئة أركان الحرب أو الأركان العسكرية أول يوم له في منصب حقيقة، وقال لهم نحتاج أن نصحح من العراق. يعني كانت في 2009 هذه كانت نهاية المشروع الأمريكي في العراق، الرعاية الأمريكية لصناعة نظام جديد مختلف عما سبقه. المشروع الإيراني كان مختلفا، المشروع الإيراني كان يريد أن يرسخ حليفا في العراق يبقي عراقا مستقرا متماسكا إلى حد ما، لكن ليس عراقا قويا إلى حد أنه يتحول إلى تهديد لإيران. وهذه الترتيبة لم تنجح أيضا لأسباب كثيرة، بعضها يعني طائفية الأحزاب التي تولت الحكم، النهب، بروز النهب كأسلوب للتعاطي مع المجتمع ومع موارده، رشوة المجتمع عبر عمليات انتخابية يتم فيها رشوة مجاميع كبيرة من خلال التوظيف، بمعنى أنهم حتى الأحزاب التي تولت إدارة البلد هي لم تكن مهتمة أو معنية ببناء يعني تجربة متماسكة حتى وإن كانت شبه ديمقراطية. أهمية هذه الاحتجاجات، وأنا أعتقد هذه الاحتجاجات ليست فقط الشيء الأهم الذي حدث في العراق منذ 2003 ولحد الآن، وإنما الشيء الأهم في كل تاريخ العراق الحديث كدولة منذ تشكيله في 1921. لماذا؟ نعم. المجتمع في العراق تابع للسلطة، بمعنى أن السلطة تستطيع أن تعيد تشكيل المجتمع على أساس مقاساتها الإيديولوجية، مقاساتها العسكرية أو مقاساتها المذهبية كما حصل في 2003. وأنا أعتقد أحد ضيوفك الكرام يعني كان صائبا في تشخيصه، يعني وصلنا إلى إحساس بفقدان الأمل أنه هذا المجتمع فقد قدرته على أن يشكل صوته الخاص، على أن يكون له ردة فعل إذا هذا السعي من قبل السلطة لإعادة تشكيله مذهبيا. إلى أن جاءت هذه الاحتجاجات، أهمية هذه الاحتجاجات في كل تاريخ العراق الحديث، للمرة الأولى المجتمع يحتج من أجل إعادة تشكيل السلطة بشكل تكون في هذه السلطة معبر رغبات المجتمع. هناك حالات احتجاج كثيرة في تاريخ العراق، لكن كلها كانت أما محفزة بمطالب محددة
المطالبة بالخدمات، المطالبة بإنهاء 4 إرهاب، المطالبة بالاحتجاج ضد الولايات المتحدة، الاحتجاج حتى ضد إيران، لكن لم نشهد احتجاجات أفضلية شعبية واسعة لم تخرج بسبب تنظيم سياسي أو بسبب وجود طرف خارجي. لم نشهد مثل هذه الاحتجاجات التي تذهب وتحاول أن تجيب على السؤال الأساسي، إعادة تعريف السلطة. هذه سلطة جائرة، هذه سلطة فاشلة، نحتاج إعادة تشكيلها عبر ذات الأدوات الدستورية التي جاءت بها منظومة هذه السلطة. بمعنى أنا أعتقد هذه الاحتجاجات ثورة بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى السياسي ليست بالضرورة، لأنها لا تدعو إلى قلب كامل النظام السياسي، هي تدعو إلى إخراج هذه النخبة السياسية الحاكمة. دكتور، لكن لا، الحقيقة إذا اسمح لي خليني بس أذكرك، الحقيقة المتظاهرون يعني كانوا من اليوم الأول يطالبون برحيل العملية السياسية بأحزابها الفاسدة، إلغاء هذا النظام بالكامل، لأنه يأسوا من إصلاحه على مدى 17 سنة مع تجربة انتخابات 5 مرات، وعود من القوى السياسية بالإصلاح، لم يتحقق الإصلاح. أنا متفق مع حضرتك فقط شيء واحد، نعم. من اليوم الأول هي لم تكن مطلبية، دعت إلى إسقاط النظام، نعم. وإن كان إسقاط النظام المصطلح نفسه ليس دقيقا، أنا أعتقد نريد وطن هو المصطلح الصحيح الدقيق، نعم. لماذا؟ لأنه هذه عملية الاحتجاجات، وأنا أعتقد هذا ينطوي على ذكاء سياسي كبير من المحتجين، وهو تعبير حقيقي عما يشعرون. هم يريدون أن يستخدموا الأدوات الدستورية التي جاء بها هذا النظام من أجل الإطاحة دستوريا بهذا النظام. بمعنى نحن بعيدين عن الفهم الانقلابي للتغيير، وهو الفهم الذي ساد في العراق طويلا. لذلك مطالبتهم بانتخابات مبكرة، بقانون انتخابي سليم وصحيح، بمراقبة حقيقية وشفافة للانتخابات، بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، هذه كل الآليات جاءت بعد 2003 جاء بها هذا النظام، ليس نعم. بالضرورة أحزاب هذه النظام، إنما هذه الرؤية الأمريكية التي لم تستطع هذه الأحزاب يعني أن ترد عليها أو تقوضها. ما يحصل هو حقيقة استنقاذ الاحتمال الديمقراطي، الإمكانية الديمقراطية التي كانت دائما موجودة في هذا النظام. هذه الإمكانية التي قتلتها هذه الأحزاب وحولتها يعني إلى شكل من أشكال الانتصار الطائفي والنهب العام. أشكرك دكتور وأعتذر منك، لأنه إحنا مضطرين نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة التي تبحث في مستقبل ومسار ثورة تشرين بعد تصاعد المجابهة العسكرية بين أمريكا وإيران. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في مستقبل ومسار ثورة تشرين بعد المجابهة والاشتباك بين أمريكا وإيران في العراق. في الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، الدكتور مثنى عبدالله، ودكتور عقيل عباس. دكتور رافع، هذه الثورة الحقيقة ليس شعارها شلع قلع للنظام، وإنما تبتغي الحقيقة الاستفادة من الأدوات الديمقراطية أو الدستورية كما يقول طبعا ضيفنا من واشنطن دكتور عقيل عباس، لعملية إصلاح، عملية إصلاح بنفس الأدوات الدستورية والإمكانيات الديمقراطية المتاحة. فعلا الثورة هذه أهدافها، هذا ما تسعى له؟ يعني هناك نقطتين سأجيبك على هذه، لكن النقطة الأولى اللي قبلها، يعني مع احترامي لما يقول الدكتور عقيل، لكن في قضية العلاقة بين أمريكا وإيران في العراق، نعم، هي لم تكن علاقة تضاد
كانت علاقة تخادم من البداية، وكانت حتى قبل 2003 علاقة تخادم. ولحد ونذكر يعني احنا نضع الأشياء الآن بأحداثها التاريخية ومنطقها حتى يكون الإطار دقيق ونعرف كيف ننظر إليه ومن أي زاوية. لحد تأسيس مجلس الحكم كانت إيران تدفع باتجاه كل القوى والأحزاب والشخصيات التابعة لها لكي تشارك في مجلس الحكم اللي بني على أساس المحاصصات الطائفية، هذه اللي أول مرة بتاريخ العراق. وهذا ما ذكر جاك ستر وزير الخارجية البريطاني، طلب من إيران إقناع ربحهم أن يجون إلى هذا المشروع. وبالتالي جاء الدستور وإيران أيدت الدستور أيضا ودفعت جماعتها كلها لتأييد هذا الدستور وتأييد أول تشكيل أول حكومة وأول انتخابات، مع أنهم يعرفون أن الانتخابات الأولى كانت حتى توقيتها كان من الرئيس الأمريكي بوش، يعني حتى توقيت تاريخها أن تعقد في هذا اليوم كان بوش مقرر، ويعرفون وآليتها وشلون تشكيلها بهذا الشكل الحقيقي. ربما هذا التخادم فيه إزاحات، فيه محاولات، كل طرف يحاول أن يزيح الطرف الآخر لمساحة، يعني لكي يأخذ مساحة أكبر في تمدده، هذه الحقيقة. لكن الأهداف واحدة بين أمريكا، هذا التخادم من جاء؟ جاء من التقاء الأهداف. إيران وأمريكا تريد عراقا ضعيفا، عراق غير قوي، غير قادر على أن ينهض، مستسلم، خانع، ممكن استغلاله، ممكن استثمار قوته بطريقة أخرى. وأهم قوة في العراق هو شعب العراق، هذه القدرة العقلية، القدرة، وهذه عبر التاريخ متجسدة. دعك من الثروات ودعك من نفط وفسفور وما أعرف شنو، هذه اتركها على صفحة، لكن أهم قوة هذا الشعب، هذا تجانسة طبيعية. فلذلك وجدوا هذه التجمعات وبنوا دستور على أساس المكونات وليس على أساس المواطنة، فبالتالي تقسيمات، وهذه التقسيمات كلها ضعيفة بما فيها حتى هم ما كانوا يتحدثون عن المكون الأكبر الشيعي هو ضعيف أيضا. ووجدوا له دائما ما كان الحديث أنه هذا الطرف السني هناك معادات لكم ودخول في هذه الصراعات وهذا مقاوم وهذا غير، ولم تبدأ المقاومة في هذا الطريق. بعد عام 2006 حاولت، أو في عام 2006 في بدايات نهايات عام 2005 حاولت أمريكا أن إيران أن تتمدد على حساب هذا التخادم، أرادت التمدد. ولو نذكر الطائرات الهليكوبتر كانت الأباتشي تطير في بغداد، أعطيت لبعض فصائلهم من الميليشيات صواريخ معينة أطلقت في الهواء، افتهموها الأمريكان إنه هذه الطائرات اللي يتحركون بها ممكن أن نسقطها في هذه الصواريخ، وهذه صواريخ إيرانية يعرفوا ولا. وعادوا مرة أخرى للتفاهمات، كانت أمريكا تريد أن تدفع هذا الشريك هم ايضا الى مسافه اصغر في استثمار هذا العراق، لكن رجعت التفاهمات مره اخرى واستمرت هذه التفاهمات لغايه حتى 2010 عندما فاز اياد علاوي بالانتخابات واتفاق الطرف الامريكي والطرف الايراني على ازاحته واعاده المالكي الى الحكم، وهكذا وصولا الى اخر انتخابات اللي فاز بها اللي قالوا انه عادل عبد المهدي و 82% من الشعب العراقي لم يشارك، وايضا اتفاق امريكي ايراني لجلوس عادل عبد المهدي، واستمرت هذه العمليه بهذا الشكل، تخادم ايراني امريكي في هذا الطرف. هناك عاملين وربما تحدثنا فيها داخلي هذه الازاحات، كل طرف يريد ان يسيطر على مساحه اكبر، يفرض ايديولوجيته، يفرض خارجي فكرة. نعم، والخارجي والخارجي هو الرغبة الأمريكية أو الشروط الأمريكية على إيران، عدم امتلاك السلاح النووي، وظهرت أيضا بعدها الصواريخ بعيدة المدى. هذا المشهد الآن بعد وصولنا إلى مقتل سليماني والقصف الإيراني على أمريكا، نستطيع أن نقول نفس المشهد الذي كان الآن اختلفت الآن؟ هناك معطيات مختلفة أكيد الآن اختلفت الآن. الآن اختلفت الآن المواجهة، ربما سليماني لا يشكل رقما سهلا في المعادلة الإيرانية، سليماني رقم صعب، سليماني يوازي طيب خامنئي، لأن الوقت أيضا ضيق. الآن الثورة تريد أن تغير عبر نفس الأدوات الديمقراطية والدستورية ولا تبتغي شلع أو قلع النظام واستئصاله. هو وصولا لهذه الشعب العراقي طوال هذه السنوات لم يلمس شيئا من الديمقراطية والحرية، هذه اللي يتحدثون عنها هذه مجرد شعارات، يعني مثل شعارات يعني الحسين منهجنا في بناء الدولة والإنسان، كذبة كبيرة. وين هذا موجود؟ هذه شعارات موجودة، نحن بلد ديمقراطي، يعتقدون يعني اختصروا الديمقراطية هذه اللي هي منهج حياة وفكر وتوجه وعلاقات وبناء
بناء تراكمي، اختصروها بصندوق الاقتراع. انتخابات. يعني هذا صندوق الانتخابات هو اللي هو اللي هو الديمقراطية، وهذا الصندوق كل الشعب العراقي وهذه التظاهرات تعرف، لذلك يعرفون أنه كلها تزوير وأن الشعب ما شارك بها، فبالتالي هذه آليات الديمقراطية، فكرة الديمقراطية غير موجود أساساً بالعراق، والشعب هذا اللي خرج يعرف من البداية أن آليات الديمقراطية غير متوفرة لا بالدستور ولا بالفكر الحاكم للعراق، هذه مجرد غطاء ليس أكثر. نعم دكتور مثنى عبد الله سامح، احنا تأخرنا عليك. الثورة في حالة مواجهة مع النظام السياسي، هذا النظام الذي هو ثمرة التخادم كما ذكر الدكتور رافع، تخادم أمريكي إيراني وتعاون، واستمر هذا التعاون إلى حد هذه اللحظة، لكن الملاحظ أنه هذه الثورة إيران منذ اليوم الأول ناصبتها العداء وردت عليها بدموية، هناك طبعا أكثر من 1000 شهيد، هناك آلاف الجرحى، طبعا اتهامات من المرشد بالتخوين موساد CIA شغب أعمال تخريب، وهذه العداوة الحقيقة لم تلاحظ في الخطاب السياسي والإعلامي الأمريكي، بل كان هناك ربما تعاطف. ليست مفارقة أن هذا النظام المفروض هو ثمرة للتعاون للطرفين، لماذا هذا يعادي الذي يطالب برحيله، بينما الحقيقة والنظام في أصله هو الأمريكان، يعني الإيرانيين هم دعموه، بينما الأمريكيين ربما هناك تعاطف، ليست بهذه العداوة الدموية، مفارقة هذه. شكرا جزيلا على هذا السؤال. بس بالبداية يجب أن أوضح، نحن يعني أنا شخصيا لست مع الرأي القائل بأن الثورة خرجت وكانت غايتها تعديل النظام السياسي بالأطر التي تسمى ديمقراطية، هذه فرية كبرى في الحقيقة. نعم. لدي مثالين، عندما يخرج للانتخابات 18% فقط، هل معنى هذا أن المواطن العراقي يؤمن بأن هذه الآلية سوف تقوده إلى التغيير؟ عندما يخرج المتظاهرين في الناصرية ويذهبوا إلى بيوت النواب الذين يمثلون الناصرية ويحرقون بيوتهم، هل هذا يعني إيمان المواطن بأنه هو لديه قناعة بأنه هذه المؤسسات وهذه الشخصيات التي تسمى ديمقراطية بين قوسين هي التي سوف تجد له الحل؟ هذه مفارقة كبرى في الحقيقة، وحتى الصور التي رفعت في ساحات التظاهرات وكان يضعون أكس على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ويرفضون رفضا تاما أي شخص يكون مشارك في العملية السياسية منذ 2003 إلى حد اليوم، هذا دليل على أنه هم يريدون تغييرا جذريا للنظام وليس أصلاحا. نعم. أعود إلى سؤالك في الحقيقة. أشكر. هنالك مفارقة كبرى. نعم. أنه الإيرانيين حاولوا أن يدفعوا أذرعهم، وهذه الأذرع كانت يوميا تقول بأننا نأخذ شرعيتنا من مكون محدد، وهذا المكون المحدد هو الذي يدفعهم للوصول إلى هذه المناصب وإلى هذه تصدر المشهد السياسي، استنادا إلى ما يسمى بإرث المظلومية والحرمان والتهميش. نعم. بالضبط، هي هاي نظرية المظلومية. نعم. التي بنوا شرعيتهم على أساسها. نعم. ثم عندما هذه الواجهة السياسية التي تستند تأخذ شرعيتها من هذه الفئة الطائفية الدينية ويقومون بتصدير شباب هذه الطائفة للقتال في ساحات أخرى، وبالتالي يكتشفون فجأة وإذا هذه الطبقة التي يأخذون منها شرعيتها هي أول من يثور ضدهم، وهي أول من يذهب وحتى يذهب لنفيهم في الحقيقة للقضاء تماما على مستقبلهم السياسي، هذا يشكل عامل هزة استراتيجية لإيران. وكان ردة فعل الحقيقة عنيفة من قبل هاي الحاضنة، بحرق مقرات الميليشيات، بحرق صور لرموز إيرانية دينية. نعم. يعني حتى رفضوا رفع الشعارات صور المقدسين، صور بل المتظاهرين في الناصرية رفضوا إدخال نعش رمزي للمهندس ولسليمان. هذا صحيح. نعم. إذن يعني أنه هؤلاء الذين تم بناء الشرعية السياسية عليهم اكتشفوا السياسيين بأنه هم يقفون على رمال المتحرك. نعم. 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 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب وصلت إلى قناعة تامة بأنه يجب إيقاف الزحف الإيراني،
وبالتالي إبطاء المشروع الإيراني في المنطقة لأسباب كثيرة لا يمكن شرحها في هذا الوقت. وبالتالي أصبحت كل حركة في داخل هذا الواقع هي مضادة للمشروع الآخر. مستعدين الأمريكيين للتخلي عن هذا السند والعضيد الذي عابدهم قبل 2003 وبعد 2003 وكان رديفا وظهيرا لهم؟ الأمريكان براغماتيون، نعم، وعندما يجدون أن هنالك مشروعا، نعم، يحاول الأكل من جرف مشاريعهم الأخرى، قابلين على تغيير سياستهم 100% بالضد من هذا المشروع. وبالتالي وجدوا، وصلنا إلى هذه النقطة، وصلنا إلى الأمريكان وصلوا إلى هذه القناعة الآن، وصلوا إلى هذه القناعة. وفي الحقيقة عندما بدأت حاولت إيران أن تختبر الصبر الأمريكي في هذا الموضوع، هل من الممكن أنه الأمريكان يراجعون استراتيجيتهم ضد إيران ويعودون هذا التخادم السابق كما قال الدكتور رافع؟ وجدوا بأن هنالك رد قاسي. هذا دليل للإيرانيين اليوم بأنه لا يوجد هنالك تخادم آخر مع الأمريكان. وبالتالي هنالك في الحقيقة، أنا أخاف على الحراك الشعبي، لأنه هنالك اليوم سوف يكون هو الصيد الثمين، وكلا الطرفين يحاولان الركوب على الموجة وتسخيرها لأجنداتهم الخاصة. نعم دكتور عقيل، أنت في واشنطن قريب على العقلية الأمريكية، لماذا هذا يعني مفهوم ردة فعل الإيرانيين الدموية على التظاهرات عبر الميليشيات، قتل أكثر من 1000 متظاهر، آلاف الجرحى، خطف، اعتقالات وما إلى ذلك، بينما الأمريكيون يعني مع هذا الحراك الذي أيضا يهدد مشروعهم وهذا النظام الذي صمموه وأسسوه في العراق، يعني هذا الموقف متعاطف متفهم، فعلا مقتنع، يعني الأمريكيين مقتنعين أن الشعب العراقي فعلا يستحق ويجب أن يدعم للحصول على نظام سياسي أفضل من هذا النظام الفاسد والذي أوصل البلاد إلى هذه النقطة، أم أن هذه محاولة أيضا لتوظيف هذا الحراك كأداة جديدة في صراعهم مع الإيرانيين في العراق، وعبر ممكن أن تسدد يعني ضربة أيضا موجعة للإيرانيين، خاصة أن الهتافات كانت ضد إيران، ضد ميليشياتها، ضد رموزها، ضد سياسيها. الحقيقة الآن العدو الأول في العراق هو إيران. يعني أولا أنا لا أعتقد أنه هذه حركة الاحتجاجات هي حقيقة تناقض أو تقوض الأهداف الأمريكية في العراق، أعتقد هذا الكلام ليس صحيحا، لكنه أيضا الولايات المتحدة ليست داعمة لهذه الاحتجاجات. الاستراتيجية الأمريكية بخصوص العراق من 2009 إلى 2011 كانت ما يسمى الانتزاع، انتزاع أنفسنا من العراق، انسحاب من العراق، انفقنا ما يكفي، خسرنا ما يكفي من جنودنا، وهذا مشروع صعب، والعراق هيمنت عليه إيران، وبالتالي المشروع السياسي الذي صاغه جورج بوش انتهى. لكن بعد صعود، هذا هو التفكير الأمريكي السائد يعني هنا، بعد صعود تهديد تنظيم داعش بدأ العراق يعود على الأجندة الأمريكية فقط في سياق أمني وعسكري، بمعنى هو تهديد أمني للمصالح القومية الأمريكية. ان تغلغلت داعش ومسكت شيئا من الارض، هذا سيقود الى تهديد حلفاء امريكا في المنطقه، وبالتالي تهديد لامريكا. فمنذ 2013 2014 بعد ان طلب العراق من الولايات المتحده مساعدتها في مواجهه تنظيم داعش، تطورت استراتيجيه امريكيه بخصوص العراق لا علاقة لها بالإصلاح السياسي، لا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادي، لا علاقة لها بالإصلاح المؤسساتي، هذه تماماً لم تكن موجودة إلا في سياقات شكلية، اتفاقية الإطار الاستراتيجي، واتفاقية شكلية حقيقة، لأنه الطرفان لا يأخذانها بجدية. لكنه الجانب العسكري والأمني من الاستراتيجية كان واضحاً وكان فاعلاً إلى حد معقول، إعادة تدريب الجيش العراقي بعد الانهيار الكبير الذي حصل في الموصل، صناعة شيء من موازنة إزاء صعود الحشد الشعبي الذي يعني أمريكياً. دكتور اسمح لي، خليني بس يعني أيضاً أتدخل وياك.
الآن تتحدث أنه الأمريكيين غير معنيين بأي عملية إصلاح لشكل النظام السياسي الموجود، وقضية الاهتمام الأمريكي قضية مردها أمني تتعلق بقضية الإرهاب صعود داعش. يعني أفهم من هذا أنه طبعا النظام القائم الحالي الموجود في العراق وفق هذا التفكير أو هاي الرؤية الأمريكية بالنهاية هو فائدة للإيرانيين، الإيرانيون مستفيدين من هذا النظام بهذا الشكل بهذه الهيكلية، والأمريكان سيتركون هذا النظام على وضعه بدون أي إصلاح أو دعوة للإصلاح، معناها أنه يعني العراق الآن يلقى مرة ثانية في الحضن الإيراني. صح، اتفق مع كلامك، لكن انا لم اكمل فكرتي. فكرتك بشكل عام صحيحه، اتفق مع الايراني. العراق الامريكان تخلوا عن العراق وتركوه يعني حقيقه للنفوذ الايراني، لكن الاحتجاجات اعتقد عاملان جديدان ظهرا اعاد صياغه هذا المشهد، وان لم يكن على النحو الذي نتمنى. طبعا واحده منها يعني المواجهه الامريكيه الايرانيه، قرار الرئيس ترامب الذهاب إلى عقوبات اقتصادية شاملة ضد إيران، إعادة التفاوض بشأن الملف النووي وإخراجه من موضوع الأسلحة النووية بإدخال ملفات سياسية فيه، بمعنى إدارة ترامب تريد أن تعيد التفاوض بشأن هذا الملف لإدخال موضوع نفوذ إيران في المنطقة، مشروعها السياسي الذي يتخذ اسم المقاومة وعبره يعني يتم تقويض حس السيادة للدول باسم مشروعية المقاومة، كما يحصل في العراق كما يحصل في لبنان. هذا طبعا جعل إدارة ترامب تنتبه لخصوم إيران في أي مكان. ثم جاءت الاحتجاجات، عندما جاءت الاحتجاجات حقيقة لم يكن هناك أي اهتمام أمريكي فيها، حتى التغطية الإعلامية الأمريكية كانت بائسة. في البداية في الأيام الأولى في الأسبوعين الأولين الولايات المتحدة وقفت مع حكومة عادل عبد الملك، والسفير الأمريكي كان واضحاً بقوله هذا لسيد عادل عبد الملك حتى بعد عمليات القنص. لكن الذي غير المعادلة حقيقة هو صمود المحتجين، استمرارهم بالاحتجاج وتحملهم الخسائر، ثم حادثة كربلاء. هذه كانت لحظة تحول في الفهم الأمريكي. طبعا أنا لما أتحدث عن الفهم الأمريكي أنا أقصد فهم هذه الإدارة، لأن هذه الإدارة تنظر إلى العراق عبر العدسة الإيرانية، عبر صراع أمريكا مع إيران. بدأ اهتمام الإدارة بهذه الاحتجاجات بعد عملية حرق القنصلية الإيرانية في كربلاء. هذه كانت أطفاء في تفكير هذه الإدارة. كربلاء مدينة محافظة شيعية، تاريخيا كان الوجود الإيراني فيها كبير، يعني منذ القرن التاسع عشر صعودا إلى القرن العشرين الهجرة إلى العراق تركزت في كربلاء أكثر منها في النجف. كثيرون من أهالي كربلاء يتحدثون الفارسية. عندما يعني كان هناك ارتياح أنه هذه من المعاقل المتحالفة مع إيران أو الأحزاب القريبة من إيران، إلى أن صارت عملية حرق القنصلية. أشكرك. لنرى إذا هذه أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، يعني الآن يعني الآن هناك اشتباك أمريكي إيراني قد يعني تطور الأمور إلى مجابهة عسكرية، وواضح أنه الآن المزاج الشعبي في العراق من الموصل إلى زاخو، العدو الأول له إيران، والهتافات كلها طبعا ضد إيران. في هذه المعركة إيران قد تنحني أمام هذا الحراك الجماهيري، تصغي له على الأقل لتغلق جبهة موجودة في داخل العراق لتتفرغ إلى مجابهة أكبر، متوقع أن تنحني؟ إيران دولة براغماتية في سياساتها، مثلما الولايات المتحدة دولة براغماتية في تفكيرها في سياساتها. إيران نفس الشيء، دولة عقائدية وليفقية، هذا بالظاهر بالظاهر، لكن بالسياسات هي دولة براغماتية. هي لما تصل المعادلات لديها الخسارة ستتراجع. هذا واقع الحال. إيران معاندة جدا في سياساتها، تحاول أن تراوغ، تحاول أن تلعب على أكثر من حبل وأكثر من طرف للبقاء على يعني عند المنطقة التي هي فيها أو تتمدد. هذا لكن التراجع، عندما تجد الخسارة قد قد بدأت تأكل من جرف تتراجع. هذا السؤال، على ما يتوقف هذا التراجع أو التقهقر؟ عندما تجد أن أمورها قد يعني أصبحت بشكل سلبي ستتراجع. يعني عندما تكون هذا الماينس هذا ستتراجع إيران، وهذا
وهذا جربناه يعني سياسات وتاريخيا، هذه إيران، هذه سياسات وهذا التفكير الإيراني بهذه الطريقة. لكن دعني أقول لك ربما بشكل سريع لأن الوقت ينتهي في حلقتك، أقول إنه العراق يشكل رقما جيوستراتيجيا مهما في العالم، يعني ليست أمريكا لأجل داعش أو الحرب مع داعش، سيبقى العراق يشكل رقما صعبا مهما، مو صعبا خلي أقول مهما، للعالم كله ولأمريكا مهما حدث. فبالتالي الصراع على العراق صراع، صراع وجود بالنسبة لهؤلاء، بالنسبة للشعب العراقي صراع وجود، لكن هؤلاء صراع مصالح، صراع خدمات، صراع سميه ما شئت. لكن بالنتيجة هذه نعم إيران تنظر، أمريكا تنظر إلى العراق من خلال العدسة، من خلال رؤيتها لمصالحها ولعلاقاتها مع إيران الآن، لكن هذا لا علاقة له بالحراك. الحراك لديه أهداف، لديه توجهات، لديه تطلعات. لم يكن يحلم في يوم من الأيام أن المظلة الأمريكية ستأتي وتدفعه باتجاه تحقيق أهدافه، لا. عندما خرج وقدم هذه التضحيات لا يفكر بهذا، لكن هو يفكر أن العامل الدولي سيسنده فيما بعد، وهم على حق. يعني الثوار هؤلاء الشباب فكرهم صحيح جدا، لأنه بالتالي أنت ستصل إلى مرحلة، إلى نقطة معينة، العالم سينظر وأمريكا ستنظر إنه هذه القوى التي تحكم العراق في العملية السياسية مهما كان عددها فهي قليل، والشعب كله ضد هذه ومتوجه توجه آخر، فعليها أن تقف مع هذا الشعب، لأن العراق يبقى رقما جيوستراتيجيا قويا مهما مفيدا للعالم كل منطقته. على ذكر وجغرافيته تساعد على هذا. أشكرك الموضوع. دكتور مثنى، يعني أمريكا لماذا لا تدعو العالم، تطالب المجتمع الدولي بدعم هذا الحراك، على الأقل ليس تفهما له، تعاطفا مع هذا الحراك الشعبي، لكن على يعني على الأقل من باب يعني الآن هذا الحراك عدو لإيران، وبالتالي فلتحسبها هكذا أنه هذا صديقي، أنه هو عدو لعدوي فهو صديق، خاصة أنه لا يمكن الحديث الآن عن علاقة أمريكية إيرانية يعني جميلة وطيبة كالتي أعقبت 2003. الآن هناك تصادم، هناك قتل وهناك قصف. لماذا لا تدفع بالمجتمع الدولي لمزيد من الدعم لهذا الحراك الشعبي الموجود في العراق؟ يعني بداية أنا لا أتفق مع الرأي القائل بأنه عاد الاهتمام الأمريكي إلى الساحة العراقية بسبب التظاهرات. الولايات المتحدة الأمريكية ليست منظمة إنسانية، وعندما ترى هناك متظاهرين مظلومين تهب لنصرتهم. الاهتمام الأمريكي عاد إلى العراق بسبب تغول التواجد الإيراني ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة. يقول جورج فريدمان أنه ليس هنالك مشكلة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران أنها هي تحاول الاشتباك مع الولايات المتحدة أولاً، ثانياً أنها تتحرك في الأقليم بدون المشورة الأمريكية، هذا هو السبب. وهذا الحراك ضد إيران أيضاً جزء من هذا المشهد، أوكي بشكل بصورة أكثر يعني أكثر توسع، أنه بالنهاية هذا الحراك يناسب صحيح. مع ذلك لا زالت العملية السياسية هي منتج أمريكي، نعم. إلى حد الوقت الحالي هي منتج أمريكي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع ولا تستسيغ أن تظهر أمام الرأي العام العالمي بأنه هي من فعلت الفعلة الكبرى في العراق ودمرت العراق. لذلك حتى ضغطت، لنتذكر قليلا في الأعوام بدايات الاحتلال كانت حتى رفضت دخول بعض الدول العربية لتقديم المساندة للشعب العراقي وليس لضد النظام، نعم. لسبب الرئيسي واحد، أنه هي مسؤولية تاملة عن هذه المنظمة وبالتالي عن هذه العملية السياسية، وهي هي التي يجب أن تصلح العملية السياسية، وبالتالي هي لا تريد أن تدفع الباقين للوقوف مع المتظاهرين. دكتور رافع بدقيقة، الميليشيات الآن تتحدث أنه هذا الحراك الشعبي يجب أن يتوقف، يجب أن يؤجل، لأننا في معركة ومنازلة كبرى مع أمريكا والقوات المحتلة، وبالتالي هذا ليس أوانه، ليس وقته. فعلا هم ينظرون الموضوع هكذا، يعني وهذه القوى المعادية لوجدة الشعب عدو لها وحاربته بهذه الطريقة تنظر للموضوع بهذا. لكن يبقى الصراع صراع إرادات، صراع إرادات الشعب، الشعب لديه إرادة وسلطة لديها إرادة،
هذا الصراع الإرادات إلى أين سيقود؟ أنا أعتقد أن إرادة الشعب هي بالتالي ستنتصر. هذه الإرادة التي قدمت هذه التضحيات الكبيرة، قدمت هذه الدماء. سؤالي، هل العراق وشعبه لهم حصة في هذا الصراع الأمريكي الإيراني؟ له حصة، يجب له حصة من الواجب يجب أن يقوم بها؟ هذه منازلة تعني الشعب العراقي هذه بين أمريكا وإيران؟ لا أبداً أبداً، يعني ربما يعني هذه بس تجري على العراق في العراق، هي تجري على ساحة العراق نعم، لكن إذا ما يعني استبد هذا الصراع الشعب العراقي سيدفع الثمن. العراق ذاهب إلى شعب خارج وإرادته بيده ومتسلح بعقليته وبرؤيته، الذهاب إلى تحقيق أهدافه وإزاحة هذه العملية السياسية التي صممتها أمريكا وتدعمها إيران. فبالتالي هذا الصراع ربما السؤال الآن، إذا كان الاثنين والحراك الشعبي ضدهم، هل سيقرب هذا يعني سيقرب إيران وأمريكا أكثر أم يباعدهم؟ الحقيقة هناك أهداف أمريكية، الاعتبار أنهما يجابهان عدوا يهدد المشروع السياسي، واحدا يهدد مشروعهم. نعم. أشكرك. الذي يديم، هذه الحقيقة، وهذه يدركها الشباب، تدركها الثورة، تدرك أنه الاثنين أعداءها وبالتالي تتحرك بهذه الطريقة. ولذلك يعني الشعارات ما اليوم الجمعة قالت لا لأمريكا لا لإيران في الساحات، هذه الحقيقة. وهذا هو دليل وطنية هذا الحراك وفكر المتنور وأهدافه الواضحة أمامه. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي، وشكرا ايضا للدكتور مثنى عبد الله الكاتب الباحث السياسي، كان معنا هنا في الاستوديو، وشكرا لضيفنا من العاصمه الامريكيه واشنطن دي سي الدكتور عقيل عباس الاستاذ في الجامعه الامريكيه في حلقه طاوله حوار التي ناقشت مستقبل الحراك الشعبي في العراق بعد الاشتباك الامريكي الايراني. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي في الاسبوع القادم في امان الله.